محمد رمضان يسخر من عمرو أديب مجدداً. نشر مقطع من حلقة الأسبوع الماضي عبر إنستغرام ووضع عليه أغنية متعودة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل سخرية محمد رمضان من عمرو أديب. سخر محمد رمضان من الإعلامي عمرو أديب مجدداً ونشر عبر حسابه على إنستغرام جزء من إحدى حلقات برنامج الحكاية، وكان يجري فيها مكالمة هاتفية مع ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام بصيرة. وأكد عثمان خلال المداخلة أنه محمد رمضان هو أفضل ممثل في الدراما لعام 2021. وضع رمضان في خلفية الفيديو جزء من أغنيته الجديدة متعودة كنوع من السخرية من عمرو أديب بسبب الخلافات المستمرة بينهم. أزمات محمد رمضان وعمرو أديب مستمرة من فترة طويلة، فكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم عمرو أديب 10,000 جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة لاتهامه بسب وقذف محمد رمضان، لكن محامي استأنف الحكم وتم الحكم في ديسمبر ببراءة عمرو أديب من تهمة السب والقذف، حيث أوضح محامي أنه لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي وأنه حديثه مع رمضان كان من أساليب النقد المباح. عمرو أديب تقدم بأربع بلاغات ضد محمد رمضان في أبريل الماضي، اتهموا فيها بالسب والقذف والتشهير واستخدام صوته على محتوى بدون إذنه واستخدامه على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة. أزمات محمد رمضان دائماً تثير الجدل، وكان أبرزها أزمة الدكتوراه الفخرية في 2021، حيث أعلن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من المركز الألماني الدولي. واتضح فيما بعد أنه المركز اللي أعلنه محمد رمضان غير تابع للسفارة الألمانية ببيروت ولا لأي جهة رسمية، وكل ما بيمتلكه هو صفحة على فيسبوك، وأنه قيمة الدكتوراه الفخرية 100 دولار فقط. وبسبب حالة الجدل المثارة حول الدكتوراه، قرر المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، وأعلن عدم علمه بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر وكذلك واقعة ظهوره برفقة مطرب وممثل صهيوني معروف في إحدى الحفلات.